أكتوبر من عام 2022، أوبيك بلس فاجأت العالم بخفض الإنتاج بمعدل 2 مليون برميل يومياً. أمريكا أعلنت معارضتها للخطوة، والسعودية مضت قدماً فيها. اتهامات للرياض بالوقوف في صف بوتين، وتهديدات أمريكية بمراجعة العلاقات مع السعودية. As the relationship going forward, we're reviewing a number of response options. We're consulting closely with Congress. وبينما كانت الولايات المتحدة تراجع علاقتها مع السعودية كما تقول، مضت المملكة في طريق مصالحها الأمنية والاقتصادية. رؤية 2030 للأمير محمد بن سلمان تطلبت استقرارا سياسيا. السعودية وإيران اتفقتا على إعادة العلاقات بوساطة الصين الراغبة في استقرار سياسي بالمنطقة يقود إلى نماء اقتصادي وتأمين خطوط إمداداتها إلى العالم. صحيفة بوليتيكو الأمريكية كشفت أنه وبعد مضي 6 أشهر من التصريحات بمراجعة العلاقات مع السعودية لم يحدث شيء، وأن حديث بايدن عن العواقب كان سببه فقط الشعور بالحرج من خطوة أوبيك بلس. الصحيفة أكدت أن إدارة بايدن لا تستطيع الاستغناء عن السعودية، وأنها لم تجري أي مباحثات جدية لمراجعة العلاقات، معتبرة أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية غير المعلنة للرياض جاءت في سياق استعادة العلاقات القوية مع السعودية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.